يعني كان سألني واحد الأخ، يعني قال المهنة أو المهنة مارسها يعني شغله، يعني والمهنة يعني هي كانت يعني مساعد محامي، سكرتير في شركة محاماة، يعني العنوان تاعها راه هنايا يعني أسفل، يعني في يعني في شبكة اليوتيوب. يعني أول مهنة هي يعني مساعد محامي، يعني سكرتير في شركة محاماة رأس العين، يعني شركة محاماة رأس العين. ولا يعني الآن راني نخدم، يعني راني نوجد في ملف يعني ترشح يعني منصب برلماني، وإن شاء الله يعني يكون إن شاء الله فيها إن شاء الله يعني نجاح. يعني وأمر آخر يتعلق، يعني كاين بعض يعني المشاكل، يعني رانا نستناو يعني ان شاء الله ملف ترشح عهده برلمانيه، يعني بعض المشاكل يعني واش راح نقولوا احنا عنصريه، وبعض المشاكل اللي هي تدخل يعني في كثير مشاكل، يعني برامج اللي عندنا يعني هما يعني برنامج يعني من الاولين، يعني هو اصلاح العداله، اصلاح العداله. يعني عندنا بزاف يعني مقترحات قوانين، وكذلك يعني شوية يعني أمور متعلقة يعني ب يعني ملف العدالة وإصلاح العدالة، وكذلك يعني ملف الداخلية، يعني ويعني إصلاح يعني الشرطة، يعني بما نطيحوش يعني في مشكل يعني وأزمة يعني الدولة بوليسيها، يعني اللي رانا نشتكيو راهم يعني كثير من الناس يشتكيو منها، يعني كاين نقص كبير يعني في على المستوى يعني الاعوان وكلشي. يعني احنا رانا نستناو ان شاء الله يعني منصب برلماني، يعني احنا نكون نناقشوا نقضيو على المشاكل هذو يعني في قطاع العداله وقطاع الداخليه ان شاء الله، يعني خاصه يعني في الامن، يعني هو تبع يعني الفرع من فروع يعني وزاره الداخليه. يعني ولا نشكركم ان شاء الله يعني تنتخبونا، ولا يعني يكون يعني ان شاء الله ملف ان شاء الله في المستقبل، يعني كممثل فئات شبانيه وثقافيه في الجزائر، وسياسيه وقانونيه ان شاء الله، ممثل لكامل الفئات هذو ان شاء الله، ننالوا مقعد في مجلس الامه، نطلبوا مقعد يعني في مجلس الامه ثلث الرئاسي، نطلبوا من الرئيس ان شاء الله تبون ان شاء الله يعني يعيننا في منصب يعني سيناتور في مجلس الامه ان شاء الله، يعني عضو نائب مجلس الأمة ثلث الرئاسي. كان معكم رأس العين الوحيد، يعني صحفي متوقف العمل. يعني نشكركم، خبير يعني أكثر خبرة يعني في المجال، يعني أكثر من 15 سنة إلى 17 سنة خبرة في المجال، يعني شاب يعني أكبر خبير في الجزائر، يعني شاب خبير. شكرا، يعطيكم الصحة إن شاء الله، الرسالة توصل للرئيس تبون ورئيس مجلس الأمة إن شاء الله، هو غرفة يعني الخارجية، وكذلك